خطوات على أرض الواقع اتخذتها الحكومة بدءاً من البيئة التشريعية التي أقرت القوانين الخاصة بحقوق وامتيازات قادرون باختلافه. كما تم إنشاء الجهة المختصة بهم عبر المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم الذي أنشئ بموجب قرار جمهوري في عام 2019. تأكيداً لإرادة الدولة والتزامها بتوظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية، يأتي الاهتمام بأبنائنا القادرين باختلاف، فهم عنصر أساسي في نسيج هذا المجتمع وجهوده المبذولة نحو الجمهورية الجديدة. خطوات على أرض الواقع اتخذتها الحكومة بدءاً من البيئة التشريعية التي أقرت القوانين الخاصة بحقوق وامتيازات القادرين باختلاف، إضافة إلى ضمان التمثيل النيابي، كذلك إنشاء الجهة المختصة بهم عبر المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، والذي أنشئ بموجب قرار جمهوري عام 2019. وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بإنشاء صندوق دعم الأشخاص القادرين باختلاف، الذي يهدف إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية. كما تشمل هذه الجهود تنفيذ مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية للأشخاص القادرين باختلاف بمختلف إعاقاتهم، وذلك بهدف دمجهم بالمجتمع. من بين هذه الخدمات مكاتب التأهيل الاجتماعية الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتستقبل طالب التأهيل من جميع الأعمار ومختلف الفئات. تقوم هذه المراكز بتوفير الأجهزة التعويضية، إضافة إلى تأهيل القادرين باختلاف للقيام ببعض المهن المناسبة لحجم إصابتهم، وخدمات أخرى مثل الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية. وقد تم تأسيس صندوق استثماري خيري يحمل اسم صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة برأس مال يصل إلى 1 مليار جنيه. وفي القطاع التعليمي يبلغ عدد مدارس التربية الخاصة في مصر 887 مدرسة تضم 4500 فصل، وتستوعب نحو 37,000 من القادرين باختلاف. ويتم العمل على التدريب المتواصل لمدرسيهم وابتعاث بعضهم إلى الخارج لتقوم هذه الكوادر بتدريب باقي المعلمين. كما تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها. القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً للقادرين باختلاف، سعياً منها لإقامة مجتمع ينعم فيه كل أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.